حمص، حجورة الشياح، 10/7/2012. انظروا آثار الدمار الهائل. هذا البناء مدمر بالكامل بسبب القصف الصاروخي والطيران. انظر أيضا المحال التجارية. الله أكبر عليك يا بشار، كل شيء هنا قد قصف، المساجد والكنائس والمحال التجارية حتى الطرقات. هذا هو مسجد جورت الشياح في حمص، تم خسفه أيضا كما ترون. حمص جورت الشياح 10/7/2012.